السلام عليكم. اليوم نعود إلى ملعب قسنطينة، حيث أنه فيه زيارة تاع رئيس تاع الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم سيد زفزاف، إذن وبرفقة والي ولاية قسنطينة تم زيارة ملعب حملاوي للوقوف على مدى التحضيرات للموعد نتاع الشان، ويعني في عملية تزيين الملعب الآن بعد ما في الفيديو الأخير تكلمنا على تأخر العملية. إذن اليوم تم فيه عملية تزيين الملعب واستعداد يعني استقبال وفود نتاع الشان، ونكتفي بهذا القدر. السلام عليكم.